حياكم الله مشاهدينا بكل خير إلى مسار السوق. أنا نهى علي وأيضا زميلتي رولا اللاتراونة. سوف نستعرض الأرقام والأحداث التي مرت في جلسة تداولات يوم الأحد، وسيرافقنا أيضا في تفاصيل هذه الجلسة السيد حسام الحسيني وهو عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين. أهلا بك سيد حسام، يعني اليوم إلى حد ما كان حافلا في سوق دبي تحديدا. ونذهب إلى العناوين لهذا المسار. أسواق الإمارات تفتتح الأسبوع بالأخضر، ومؤشر دبي يرتفع ب 2% بدعم من معظم القطاعات، ودماك يرتفع بأكثر من 7% بعد تأكيد الشركة تطوير مشروع بجزيرة الريم وبمبيعات تقدر بمليار درهم، والشركة تابعة لبيت الطاقة توقع عقدين قيمتهما مليون ونصف المليون دينار كويتي، بينما موديز تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في البحرين إلى 14% من الناتج المحلي خلال 2015. إذن هذا بالنسبة للعناوين التي سوف نستعرضها، لكن الأرقام كان لها حديث آخر. نذهب بحديث الأرقام إلى الزميلة رولا اللاتراونة. دبي تتغلب على الجميع بالنسبة للقيم والكميات. نعم. أيضا رولا بالفعل، لكن هل القيم هي ذات القيم التي طمحنا أن نعود لها، أم كان جلسة يتيمة؟ هي جلسة منتصف الأسبوع الفائت التي سجل فيها سوق دبي تداولات فاقت التوقعات بأكثر من 2.6 مليار درهم، يبدو ذلك. اليوم نصف هذه التداولات كانت قد أنهت عليها دبي كقيمة، لكن دعونا نلقي نظرة أيضا على حركة المؤشر وكيف استطاع السوق خلال مسار الجلسة أن يغلق. أغلق على مكاسب بفارق 2%، ارتفاع واضح لدينا في سوق دبي إلى 4172. ماذا تحمل لنا من وعود السوق في دبي؟ المحركات الرئيسة في سوق العاصمة بدت لدينا تتسلط من جديد على أسهم قطاع العقارات، الشعب العقاري على رأس القائمة في النشاط، والسوق مرتفع بفارق 17 نقطة المئوية إضافة ب 34 نقطة. السوق في قطر بدت لدينا اليوم كسولة نوعا ما، سواء كانت بأحجام التداول أو القيمة أو حتى في نشاط القياديات، وغلبت عمليات جني الأرباح خاصة على قائمة الملاحة بعض من الأسهم التي تؤثر في أوزانها على المؤشر. ونجد السوق رغم التراجع لكن استطاع الثبات على مستوى 12000 نقطة النفسية، وأغلق السوق متراجع بفارق فقط 10 نقاط. السوق في الكويت كان لديها سلوك مختلف للسعر، كان في المنطقة الخضراء ضعف في التداولات، كذلك فيما يتعلق بأخبار السوق بدت لدينا ضعيفة، والسهم الذي سجل نشاط الأبرز خلال الجلسة بقرابة 40 مليون سهم مع ارتفاع بالليمت أب تقريبا 10% أو بارتفاع بنسبة عالية كان جي أف إتش لا يحتسب ضمن المؤشر، ليغلق لدينا الساري على مكاسب ربع النقطة المئوية، بينما وقف لدينا الموزون على تراجع كذلك ال 15 قيادي بذات النسبة بربع النقطة المئوية. مسقط الأوراق المالية سجل لدينا تراجعات محدودة بعشري النقطة المئوية، وأصغر الأسواق الخليجية البحرين خسر قرابة 1%. قيم وأحجام التداولات في هذه الأسواق، نعم يتغلب دبي عليها من جديد، ولكن دعونا نلقي نظرة على أحجام التداول في دبي. وصلت إلى 1.1 مليار سهم من التداولات، تلاه تقريبا بنصف مليار سهم من التداول لأبو ظبي، الكويت 400 تقريبا أو 366 مليون سهم، 6,900,000 ذهبت للسوق القطري، وفي مسقط 8 ملايين سهم. قيم التداول في هذه الأسواق، ولدينا دبي 381 مليون دولار تقريبا مليار درهم، لدينا 150 مليون دولار لأبو ظبي، 73 مليون دولار بالنسبة للكويت، قطر 56 مليون دولار، و8 ملايين دولار كانت لمسقط. هذه أحوال التداول في هذه الأسواق، ونعود بمزيد من تفاصيل تحليل أرقام تحديدا أسواق الإمارات مع ضيفنا السيد حسام الحسيني. ويبدو أن المتداول في سوق دبي لا يشعر بالملل على عكس بقية الأسواق، يعني كما كنا استعرضناها في إغلاقات التداولات اليوم الأحد. سيد حسام، لنبدأ مع الجي أف إتش ونعود لأرقام قوية جدا مع تعديلات جديدة على السهم، لماذا 500 مليون سهم دفعة واحدة، أكثر من ذلك بقليل، كيف يعني لماذا يتعاملون مع السهم بهذا الشكل؟ اوكي، اليوم يعني بامتياز بقدر احكي عن تداولات الاسواق الاماراتيه، الاسهم الصغيره هي تفوق بامتياز على بقيه الاسهم،
ومع بدايات مع بدايه الجلسه يعني رقم شفنا الجي اف اتش، شفنا جيشكو، شفنا كل الاسهم الصغيره تقريبا في السوقين عمالها تتداول تداولات كبيره وعمالها تغلق باعلى مستوياتها. انا لا اعتقد انه في شيء خاص بالجي اف اتش، ولكن يعني حديث السوق دائما في الفتره الاخيره خصوصا بعد تخفيض راس المال. الجي اف اتش اصلا طول عمره من الاسهم الاكثر نشاطا بالسوق. تخفيض راس المال خلى الاسهم الفلوتنج بالسوق عددها اقل وتركيزها اعلى. احنا تعودنا ربما شفنا اكثر من مثال في اسواق الامارات بالسنوات الخمس الماضيه انه كل الاسهم اللي بيصير عليها تخفيض راس مال بعد عمليات تخفيض راس المال عم نشوف حركات قويه بشهد السهم، لانه ببساطه انه نسب التركيز الاسهم بتزيد، فعمليات المضاربات بيقدر السهم المضارب بيقدر يتحكم بحركه سهم بشكل اكبر. حركه انه الجي اف اتش يطلع كانت ربما سوق متوقعه وكان السوق عماله يعني بيستناها. هلا ما اعتقد انه لها دخل بالاساسيات، لا ما لها دخل ابدا بالاساسيات، بالعكس يعني احنا اخر اخبار سمعناها عن الشركه يعني اخبار سيئه يعني تخفيض راس المال والخسائر والى اخره، اوكي مستقبل الشركه منيح، ولكن اليوم اللي بحركها ما اعتقد له دخل بالاساسيات، واذا كمان حطيتها اليوم في نفس السياق مع الاسهم الصغيره الثانيه اللي في سوق دبي وفي سوق ابو ظبي يعني برضه عندنا اشراق، باعتقادي الحرق اللي عماله بحرك هاي الاسهم هو حاله التفاؤل الكبيره الموجوده بالسوق، وفره السيوله وارتفاع كبير بشهيه المخاطره. نعم. واي سهم عمالنا بنشوفه بفوت عليه سيوله عماله بتجاوب معها بشكل كبير. فاعتقد انه هذا هو السبب، الحاله العامه الايجابيه. نعم. يعني عندما نرصد او نريد ان نحكم على تداولات جلسه ما ننظر الى المؤشر الرئيس، من يحتسب على المؤشر حتى من نفس السوق المحليه احيانا لا تظهر لدينا على المؤشر لاسباب ربما تتعلق بانظمه وقوانين وشروط ادراج على المؤشر، لكن هذا يظلم حالة السوق عندما تجد أن السوق متفاعلة مع سهم أجنبي مثلا جي اف اتش ولا يظهر ذلك على المؤشر الرئيس. نحكم على السوق إذا كان ضعيف أو المؤشر حقته ضعيفة على هذا المؤشر فقط، ولا نحكم إلا إذا ما ذكرنا فعلا أنه كان في نشاط على جي اف اتش وغيره. هل يمكن إعادة النظر في صيغة ما مؤشر آخر يحتسب الحركة الحقيقية يتم فيها ضم كل الأسهم التي تنشط سواء كانت ذات إدراج مزدوج سواء كانت أجنبية وغيره؟ وهنا ننظر إلى السوق بنظرتين، إحداها شمولية حول تحركات اليوم وإحداها حول الأسهم المحلية. أوكي، هو مشكلة إيجاد مؤشر ممثل 100% لما يحدث بالسوق هي مشكلة كل الأسواق. حتى الآن في جميع أسواق العالم لا يوجد مؤشر يقيس 100% ما يحدث بالسوق، لانه طريقه تكوين او احتساب المؤشر، طريقه الاحتساب نفسها فيها بعض طريقه الاحتساب الرياضي لها في نقص. يعني انا اليوم مثلا يا بقدر احتسب بشكل وزني يا اما بشكل سعري او ايجاد طريقه مشتركه بين الاثنين، فاحنا هذا موجود. يعني ربما مثلا في سوق دبي عم نشوف يوم عن يوم، خصوصا مثلا زي جلسه اليوم عمالنا بنشوف السوق غير ممثل، سوق ابو ظبي غير ممثل ابدا لما يحدث لحقيقه ما يحدث بالسوق ولا يعكس خصوصا حركه الاسهم النشطه، فعمالنا بنشوف مثلا متحيز اكبر لاسهم القطاع البنكي وقطاع الاتصالات، ولكن هاي المشكله موجوده في الكل. نعم مثلا تقولي لي انه ممكن ليش ما نطالب مثلا في سوق دبي انه يكون مثلا مؤشر زي على غرار الاسواق المصريه مثلا او على غرار الاسواق الكويتيه؟ نعم يفضل في يعني بنرحب بهذا الكلام، ولكن مع كل هاي النواقص الموجوده في طريقه حساب المؤشر احنا تعودنا عليها، وانا باعتقادي في النهايه يعني طريقه حساب المؤشر وعمليات التعديل الدوريه عمالها بتصير عليه الى حد ما تعكس يعني بالنسبه لي يعتبر شيء ايجابي. طبعا امام المتداول او امام مدير المحفظه المعقد خلينا نحكي، هناك بيقدر هو يعمل المؤشرات الخاصه فيه. طبعا عندنا مثلا بنك مؤشرات في اسواق الامارات تابع على بنك ابو ظبي الوطني، هو من افضلها، في عنده كثير مؤشرات عم بتقيس كل شيء. بدك اسهم مؤشر يقيس اسهم مضاربتيه موجود، بدك مؤشر يقيس مثلا التداولات النشطه والفلوت حلو. موجود. فيعني باعتقادي هاي المشكلة أزلية وموجودة في كل الأسواق. طيب بعيدا عن التعقيد، يعني حتى من ضمن نظريات التحليل الفني في نظرية كتير سهلة تعتمد على نظرية السعر،
يعني ربما بياخذوا بعين الاعتبار اسعار رخيصه ويبداون بالتداول عليها؟ يعني نحن نتحدث عن اشراق ربما تنتمي الى هذه المجموعه، حاليا الجي اف اتش يبدو انه كمان هو اقل من الدرهم، لكن اشراق اكتسح حاليا السهم منطقه الدرهم، هل هذا ينفع ربما في التعاطي انه اسهم تحوم حوالين الدرهم او اقل منه؟ من الممكن ان يكون لها يعني هذا هو الذي يشجعها على النشاط اذا كنا سنبتعد عن الاساسيات؟ لا، هي هاي يعني مش على اطلاقه، دائما بنرجع المحرك الرئيسي في اسواق الامارات هي الحاله العامه اللي بتكون مسيطره بالسوق. احنا الحاله العامه لربما هي الحمد لله على الاسبوع الخامس على التوالي تداولات ايجابيه، زخم موجود، الاسهم التداولات عمق السوق صحي جدا، عمالنا بنشوف تداولات مؤسسات افراد، مؤسسات محليه اجنبيه، فهذا عمق مثالي. مثل هذا الجو هو اللي يحفز ارتفاع شهيه المخاطره لدى نعم. المضاربين، عشان هيك عم نشوفهم يركزوا على الاسهم الصغيره. نعم، الكل يسال اليوم عن الاشراق العقاري. انظر معنا حسام، سيد حسام عفوا، بالليمت اب يغلق السهم 15%، مكاسب 14 فلس، كان العمومية لم يكتمل فيها النصاب، وقيل لماذا هذه الحركة على السهم بالليمت أب اليوم؟ مش جديدة، يعني احنا إشراق طالع تقريبا من بعد الأخبار والتصحيح الأخيرة من دون 60 فلس، يعني وصل سعره على أقل من 60 فلس في الأسابيع الماضية، خصوصا بعد ما طلع أخبار الربع الرابع. اليوم العمال بيطلع السهم، يعني تفوق السوق، تفوق أسهم عن أخرى في حالة السوق الحالية بيحددها التزام السيولة على ذلك السهم. مثلا في سوق دبي شفنا مثلا داماك بفترات السابقة يعني عماله أداءه بيتفوق على أداء السوق بشكل كبير وبشكل متتابع، لأنه في سيولة متركزة عليه، فأي سهم فيه عليه سيولة متركزة وملتزمة عمالنا بنشوفه أداءه يتفوق، خصوصا في أوقات زي أوقات اليوم لما يكون السوق مرتاح، جميع المتعاملين اليوم مع بداية الجلسة جايين أنه في عملية تفاؤل. واليوم إذا حتى ركزت بتداولات السوق الأسهم القيادية واقفة، يعني إعمار لمعظم أوقات الجلسة تقريبا ما تحرك، عمال مع بداية الجلسة شفنا الجي اف اتش، مع بداية الجلسة شفنا إشراق، مع بداية الجلسة شفنا الأسهم الصغيرة. هذا بدل لك أنه حالة التفاؤل الكبيرة الموجودة اليوم بالسوق اللي بتخلي معظم المتعاملين إعمار عماله كان بينزل في وقت من الأوقات، والأسهم الصغيرة بالحدود القصوى، فهي حالة السوق بشكل أساسي والتزام السيولة على أسهم خاصة. إشراق ما هي مش أول مرة، يعني شفنا أداءها متفوق على أداء السوق لأكثر من جلسة في الآونة الأخيرة. طبعا ما يحدث على إشراق، اي سهم ثاني مرشح لان يحدث ذلك عليه. نعم. وشوف العمال بنشوف هذا مثلا دماك شفناه مؤخرا في الاتحاد العقاري والى اخره. يعني وتبقى معنا حسام، يعني لانه الوضع في اسواق اخرى مختلف تماما ومختلف حتى جذريا، ومن هذه الاسواق السوق البحرينيه، اذا فيما يتعلق بايضا التصنيفات الائتمانيه للمملكه البحرين، حيث توقعت وكاله موديز للتصنيفات الائتمانيه ارتفاع عجز الموازنه في البحرين الى 14% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. في ظل هبوط أسعار النفط والأوضاع الحالية بالبحرين، من المتوقع أن يظل عجز الموازنة في الدولة كبيرا ليرتفع بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، على أن ينخفض بعد ذلك إلى 10% خلال عام 2016، وذلك بحسب ما توقعته وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وأدى انخفاض أسعار النفط إلى زيادة التدهور المستمر في الموارد المالية الحكومية في البحرين، حيث تمثل عائدات النفط والغاز نحو 90% من الإيرادات الحكومية. وتوقعت الوكالة أن تتراجع إيرادات البحرين من النفط والغاز بنسبة 40% خلال عام 2015 مقارنة بتقديرات العائدات لعام 2014، مما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي الإيرادات الحكومية بنفس النسبة تقريبا خلال 2015، يعقبها تعاف محدود خلال عام 2016. ووفقا لتقديرات موديز، فإن متوسط سعر خام برنت سيصل إلى 55 دولارا للبرميل خلال عام 2015 و 65 دولارا للبرميل خلال عام 2016، مع توقعات بانتعاش تدريجي في الأسعار حتى عام 2019.
وتوقعت الوكالة أيضا أن يرتفع الدين الحكومي في البحرين إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 من نحو 46% بنهاية 2014. وأشارت موديز إلى أن النمو في البحرين قد يصل إلى 2.7% خلال عامي 2015 و2016 على التوالي، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي. وكانت وكالة موديز قد خفضت تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للبحرين من Baa2 إلى Baa3، مع العلم بأن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت عجزا ماليا مستمرا منذ عام 2009.